مدينة الأشباح سموا فيها ذاك الوقت في 2016 و17 ما فيش مدينة أصلا. في عام 2014 صار صراع بين قبيلتين طوارق وتبو. استمر هذا الصراع لمدة عام ونصف. دمر حوشي، فقدت الأهل، فقدت الأحبة والأصدقاء من جميع المكونات الاجتماعية. بعد الحروب وبعد النزاعات اللي صارت في أوباري، كانت أوباري منهارة، الرابط الاجتماعي كان متشتت. لكن الحمد لله حالياً قاعدة ترجع شوي شوي نتيجة الحوارات. يعمل معهد بالشراكة مع شركاء محليين جمعية آزر، إضافة إلى شبكة المويسرين التي تم تأسيسها عن طريق تدريبات في تونس، بعقد عدة حوارات منذ 2017 أي مباشرة بعد الحرب. قرروا العمل من خلال ميثودولوجيا جديدة، وهي جعل جميع أطراف النزاع أو مكونات المدينة يعملوا معا لحل مشكلة معينة، أي أنهم يعملوا للمستقبل ونسيان الماضي الأليم. زورت نشطاء المجتمع المدني بعدة أدوات، من كيفية التعامل مع النزاعات وأيضاً آليات لصنع السلام في المنطقة. نحن كفريقنا متطوع من ضمن المؤسسات اللي خدوها دورات من قبل المعهد الأمريكي للسلام. درنا عدة حوارات استهدفنا فيها الشرائح اللي ممكن لهم دور في الصراع اللي صار. مشاركين في هذه الحوارات من جميع المستويات، سواء مستويات اجتماعية أو شبابية أو نسائية. نتيجة لهذه الحوارات استطعنا أن نشارك في عديد من البرامج التي ساعدت على بناء المدينة وتطورها من جديد. بدأت تتحسن المنطقة، بدأت تعطي خطوة إيجابية. كان الأثر اللي دارت أن دارت مبادرتين، مبادرة العنف المدرسي معناته في المؤسسات التعليمية، وكان في مبادرة أن كيف يرجع للسوق الخضار. تم عقد حوار عن السوق أسبوعي بشراكة مع برنامج الغذاء العالمي WFP. المشروع اليوم افتتاح سوق الخضار اليومي. السوق هو حركة للناس المواطنين اللي يتلاقوا فيه الناس كلهم. ضم مجموعة من النساء لعرض منتجاتهم، سواء كان الشغل اليدوي، الحلويات. في تطور ملحوظ على مستوى التعايش السلمي في مدينة أوباري. التزام المعهد السلام يساهم في جذب المستثمرين، حيث المنطقة فيها حقلين نفطيين وتعتبر غنية بالموارد السياحية، حيث توجد عدة بحيرات. لما نجون احنا نقارنوا السنين اللي فاتوا وحاليا في الوضع الحالي، نشبح أن هناك تماسك اجتماعي بشكل كبير داخل بلدية أوباري نتيجة للحوارات. أي مدينة تحكي في مناطق ليبيا يقولوا علاش نحن ما نكونوا زي أوباري.